بسم الله الرحمن الرحيم. نبغي في البداية نشكر المجلس ديال الجهة ديال فاس مكناس على هذه المبادرة. مبادرة اللي كتفتح المجال أمام التعاونيات والجمعيات باش يبرزوا المؤهلات ديالهم. والمجلس الإقليمي ديال إفران بالمبادرة وزائد المبادرة المبادرة الوطنية ديال التنمية البشرية حتى هي ما كترددش يعني في الانخراط في التجاوب مع هذا المشروع اللي كتنادي به الجهة اللي كان في النسخة الأولى ديالو هو يعني الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واليوم كنعيشوا النسخة الثانية ديال المجلس ديال الجهة ديال فاس مكناس اللي رفعت له كشعار يعني الابتكارات في خدمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني. والمجلس الإقليمي ديال إفران كذلك ما كيترددش يعني باش يجاوب على هذا الشعار هذا. ونقدر نذكركم يعني على سبيل الذكر للحصر يعني من جملة المشاريع اللي نادى بها المجلس الإقليمي وهو يعني إنشاء واحد 100 كشك يعني على موزعة على المداخل ديال إقليم إفران لفتح المجال أمام التعاونيات اللي كتشتغل في المجال ديال المنتوجات المجالية، زائد فيما يتعلق كذلك في المنتوجات الفلاحية كاين التفكير حاليا والدراسات راها في طور المصادقة ديال بناء واحد سوق نموذجي اللي كنسميوه سوق ديال الجمله اللي كنتمناو ان شاء الله غادي يفتح المجال امام الناس اللي كتشتغل في الشيء ديال الفلاحه. وكما كتعرفوا بان اقليم افران كيحط الصدره في المنتوج ديال التفاح، كيحط الصدره كذلك في المنتوج ديال الكراز، وهذا النوع ديال المشاريع اللي كينخرط فيهم المجلس الاقليمي ديالنا وبتوجيهات السديده ديال السيد العامل على اقليم افران اللي كاين واحد الاشتغال يعني في واحد الانسجام تام. وحنا راه حنا يعني كمجلس اقليمي كنتوجوا هذه المبادرات اللي كتقوم بها الجهه. والنسخه باش نبغي كذلك نسلط شويه الضوء على النسخه اللي كتعيش دابا حاليا ديال الجهه، النسخه تبارك الله يعني في المستوى وكتجاوب على التطلعات والانتظارات ديال اللي كيشتغلوا في هذا الحق ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وشكرا.